بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ومجلس علم جديد من مجالس علم طريق الهداية. في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله تعالى، أود أن أرحب بضيفي الكبير فضيلة الدكتور محمد عبد المجيد هداية، المستشار برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. دكتور محمد، برحب بفضيلتك يا فندم. أهلا وسهلا، أهلا بك معنا. أولا في بداية اللقاء يا دكتور، عايز أشكر حضرتك مرة تانية على استضافتك للعالم الجليل فضيلة الدكتور عبد الصبور شاهين في اللقاء الماضي، وإتاحة هذه الفرصة له أن هو يوضح وجهة نظره اللي حصل حولها جدال وخلاف كثير بسبب كتابه أبي آدم وقصة خلق سيدنا آدم وستنا حواء. والحقيقة احنا مش عارف حضرتك هتحب النهاردة انك تستأنف الحوار حول هذا الموضوع، ولا هتحب نستأنف الحوار حول حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حول خروج الروح اللي كنا اتكلمنا عليه يمكن قبل لقاءين سابقين، وكثرة الاتصالات الهاتفية حالد دون ان فضلتك توضح كل اللي عندك، فهتحب نبتدي النهاردة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. طبعا بداية يجب أن يوجه الشكر إلى فضيلة الدكتور عبد الصبور شاهين إنه شرفنا هنا بالحضور. أكيد. وإن إحنا يعني كم تعلمنا من هذا اللقاء، وأظن أكثر السادة المشاهدين، وبقول أكثر علشان يبقى الكلام فيه صيانة للاحتمال يعني. تمام. إنما أغلب من شاهد الحلقة من كل مكان في العالم الحقيقة جات لي تليفونات تشيد بفضيلة الدكتور عبد الصبور شاهين، وتشيد بطريقة الرجل في التوضيح والتلقي والعرض والفكر. وأنا في الحقيقة يعني ما شعرت أني قد أصبت حينما فكرت هذه الفكرة إلا بعد هذه الاتصالات، الحمد لله، لأن الموضوع أخطر بكثير مما نظن جميعا. ما تمر به الأمة الإسلامية الآن يعني يصعب على كل إنسان أن يتدبره. نعم. فالموقف جد خطير في مسألة التفكر والتدبر، في مسألة تلقي القرآن عن الله تبارك وتعالى، تلقي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بكلمك يا هاشم وفعلا الأمور في منتهى الصعوبة. نعم. يعني إنك تتلقى القرآن وتفهمه وتتدبره، ويمكن النهاردة لو عرضنا زي ما كنا مرتبين زمان ان احنا ناخد ثلاث صور من القرآن اللي متكلمين عن خروج الروح يمكن نبين للناس جزئية في قيمة التلقي عن الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا امر صعب جدا. دكتور عبد الصبور ضرب لنا كلنا مثل لازم نفيد منه في هذه الحلقة، يعني ألا وهو دكتور. هقول لحضرتك، انت كنت معايا وسمعته لما قال انه من 67 ل 98 حصل الفكره كانت عنده بيفكر عند الرجل فيها. يفكر فيها، بيدرس فيها ويتدبرها، وانا واثق اذا اذن لي استاذنا الدكتور عبد الصبور ان انا اقول ويقلبها بين اراء العلماء والمفسرين ومن قالوا في هذا الموضوع ومن سكتوا عن هذا الموضوع، لان الموضوع مش بس مين اتكلم فيه. نعم. اللي انا عايز اقوله عشان نتعلمه جميعا انك تفتح الكتاب على امل انك تلاقي فلان قد ادلى بدلوه في هذه النقطه، فتلاقيه لف من حواليها وسابها ومشي وما اتكلمش فيها، ما اداش راي واضح او حاجه فاصله نهائيه فيه. ده ذاته انا بعتبره راي سلبي. نعم. يعني الراي الايجابي ان تقول في الموضوع رايك. تمام. انما لما تيجي مثلا، وانا مش عايز يعني اتكلم في الموضوع، لكن فعلا الدكتور عبد الصبور لازم يكون استفدنا منه في هذه النقطة. أكيد. إنه من 67، أنا طريقة فهمي لهذا إنه من 67 ل 97 يتدبر، في 98 تكلم. سبحان الله. هذا الكلام نتيجة فكر 30 سنة. فأنا في يوم وليلة كده. فأنا النهاردة يعني النهاردة أنا عشان أناقش هذا الموضوع النهاردة في الحلقة دي، يعني أنا خدت 7 أيام. نعم. لو قارنت 7 أيام ب30 سنة يبقى المقارنة مش عادلة، مقارنة غير عادلة تماما. تمام. ومقارنة فيها يعني يدل على صاحب رأي الأسبوع ده التسرع والتهور. يعني أنا كنت ناوي إن أنا أقعد مع دكتور عبد الصبور في الأسبوع اللي فات ده، ما شاءش القدر إن إحنا نلتقي، إنما أنا قاعد إن الأسبوع ده إن شاء الله إذا سمح وقت فضيلته هقعد معاه يعني نناقش مرة أخرى ونتباحث مرة أخرى
لان دكتور عبد الصبور مش بس عرض فكرته ده علمنا نقطه جميله جدا. قال رايي كما قال الشافعي رضي الله عنه وارضاه من وجهه نظري صواب يحتمل الخطا. تمام. وراي غيري خطا يحتمل الصواب، ثم اضاف فضيلته ان انا بحافظ على كل الاجتهادات في هذا الموضوع ولا اعترض عليها، انا بس بحط رايي مع هذه الاراء ابحثوها. قمة الاحترام لآراء الآخرين ووجهة نظر الآخرين بدون هجوم على حد ولا انتقاد لحد، وقمة رأي العالم إن أنا أحط رأيي بالظبط حقه، إن أنا أحط رأيي إن باب الاجتهاد ما اتقفلش، يعني مش 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 على أني أملك الحقيقة وحدي، ولكن على أني بحط رأيي مع هذه الآراء ابحثوها. جايز يحتمل الصواب أو الخطأ. فلما أقول لك في بداية الكلام إن أنا قعدت 30 سنة أفكر في هذا الموضوع واول ما احط لك راي تكفرني وتهاجمني، ده كلام مش مظبوط. وده غير لائق اساسا ان حد لما حتى لو عالم اجتهد واخطا ان حد يكفره، ده غير مش لا يجوز. مش بس يعني. انا بتكلم من النقطه دي، انا مش بتكلم من النقطه دي، انا بتكلم حتى اذا كنت هعترض على الدكتور عبد الصبور في اسلوب للاعتراض. لا مش كده، امال انا عايز وقت يساوي وقته يا اخي. ما هو الراجل أيوه. يعني الراجل بيقول لكم انا تدبرت 30 سنه في هذا الموضوع. جميل. تفهم ايه؟ تفهم ان هذا الموضوع، اولا احنا اتفقنا في مطلع حلقه الدكتور عبد الصبور يا جماعة هذا الموضوع من وجهة نظري أنا على الأقل نعم. لا يهم العامة نعم. في الحقيقة الأمر نعم. إنما يهم الخاصة أو بعض العامة اللي عايزين يتعلموا ويستزيدوا في أمور الدين ويستزيدوا في أمور الدين. تمام. صح؟ مظبوط. إذن لما يكون كده لا تتسرع برأيك، لأن رأيك الآن ما يتحطش مع رأي اتبحث 30 سنة. مظبوط. فلازم البحث 30 سنة يعمل إيه؟ طب خد ناخد بس حتى شهرين نفكر ونبحث الموضوع ايه حيثياته. أنا يعني انا لا 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 اداريك اني كنت يعني رغم اني قرات الكتاب انما اعجبت جدا بطريقه عرض الدكتور عبد الصبور، وفتح لنا افاق واسعه جدا اقسم لك بالله انها قد تغير اراء كثيره من اراء علمائنا المحدثين. فعلا انا واثق من ذلك. لاننا هنبدا نفكر في هذا الكلام ونحطه على اصل. يا اخي الكلام يعني هو الدكتور عبد الصبور لم يجتهد مع نص، ولم يجتهد في امر انتهى اليه اهل الاصول. نعم. لا هو اجتهد في مساله مسموح فيها بالاجتهاد، وده لانها حاجه غيبيات مش كده برضه؟ لا لانها اراء في التفسير. نعم. يعني انا هقول لك على هديك مثال ولله المثل الاعلى، مش دفاعا عن الدكتور عبد الصبور، اقسم لكم بالله انا الدكتور عبد الصبور ليس في موقف اتهام. نعم. انما انا بديك امثله. احنا عايزين نتعلم الموقف ده حاجه، ده بالظبط كده، هو كده. استاذنا الدكتور عبد الصبور ومعاه او يعني الدكتور رمضان عبد التواب رحمه الله عليه، الدكتور عبد الله شحاته، الناس دي كلها اثرت المكتبه الاسلاميه بفكر متعمق جديد. نعم. هضرب لستك مثال. اتفضل. امتى نخش نجتهد؟ عندك في سوره قاف اللي هنعرضها، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. تمام. دي ايه في كتاب الله اظن ان كلنا بنقراها لما بنيجي نقرا سوره قاف. مظبوط. فاذا فتحنا التفسير مثلا في قول الحق تبارك وتعالى ونعلم ما توسوس به نفسه. نعم. الوسوسه. يعني بنصل الى كلمه الايه؟ الوسوسه. في 90% من التفاسير ما هي الوسوسه؟ الصوت الخفي. وانا مستعد الحلقه الجايه اجيب لك امثله على هذا من جميع التفاسير اللي بنركن اليها جميعا. نعم. امهات الكتب. طبعا احنا لا نعيب، عشان ما حدش يفهم ان احنا بنعيب من قالوا هذا، احنا بنتبنى راي معين وبنبحث فيه. لا لا، لولا قالتهم ما وصلنا الى قولنا، يعني لولا ان احنا شفنا قولهم. نعم. ما كناش قلنا راينا. مظبوط. فلما انا اشوف الوسوسه تعني الصوت الخفي، انا كراجل دارس لغه وتتلمذت على ايدين الدكتور رمضان عبد التواب والدكتور عبد الصبور شاهين ودرسنا اللغه، وكلمه لغه لها معنى وكلمه معنى لها معنى وكلمه مدلول لها معنى، كل ده اقول كلمه الصوت الخفي كلمه لا اساس لها من الصحه. لا اساس لها من الصحه؟ لا خالص. طيب ايه المعنى المقصود بيها؟ مفيش صوت خفي، الصوت صوت. يعني ده صوت خفي ازاي؟ يمكن مقصود يمكن بخافي انه خافت يعني، ولا قول خافت. طب يقصد بيه كده؟ قول خافت. آه. انما تقول لي الصوت الخفي انا كلغوي ارفضها. لان الصوت صوت والضوء ضوء. مظبوط. الضوء عين والصوت اذن. طالما
في حاجه اتسرق صوت يبقى خلاص يبقى صوت حصل. ما اقدرش اقول خفي حتى لو قال هو صوت. نعم. هم عايزين يقولوا الحديث الخفي ده موضوع تاني بقى. نعم. يبقى الوسوسه من وجهه نظري الحديث الخفي. جميل. اللي يجي الهاشم وانا قاعد جنبه ما اسمعوش. مش صوت. هو صوت مسموع لهاشم، فاذا قلت الصوت الخفي بوظت المعنى. هو صوت مسموع لهاشم، فاذا قلت الصوت الخفي بوظت المعنى. الصوت صوت. جميل. انما الحديث الخفي يبقى الكلام هنا نتناقش بقى. يبقى هو حديث النفس او حديث الشيطان. وسماها الله وسوسة لانه حديث لا يسمع. مش اقول صوت لا يسمع. مفيش صوت لا يسمع. لو لا يسمع يبقى مش صوت. انا مقتنع بكلام فضل. هل معنى كده ان انا لو قلت كده ابقى ضيعت اجتهاد الرازي والالوسي والطبري والقرطبي والبيضاء؟ ده كلام حد يقوله؟ لا طبعا اطلاقا ما قلنا هذا. انما انا بقول لو التراب اللي كانوا بيمشي عليه هؤلاء الناس نحن نقبله ونحترمه. اكيد التراب مش هم. اكيد اكيد. انما لولا قالتهم ما كانت قالتنا. حضرتك يعني عايز تقصد تقول ان زي ما هم لهم حق ان هم يجتهدوا ويبحثوا، فمن حقنا احنا كمان ان احنا نبحث ونجتهد. لا مانع. النص القراني. شوف ليس حكر على احد. احنا اتفقنا يا استاذ هاشم، والله انا ما بقول كده دفاعا عن الدكتور عبد الصبور برضه، اؤكد مره اخرى ان الرجل ليس في موقف اتهام. أكيد. الرجل اجتهد وله على ذلك ان شاء الله اجران. ان شاء الله. يعني المجتهد اذا اصاب له اجران، واذا اخطا له اجر. اقسم لك بالله غير حانث في يمين وغير مجامل لاحد ولا اتهجم على احد ولا اقول الا الصدق، والله على ما اقول شهيد، ان هذا الرجل ان شاء الله له اجران. لانه لان الاصابه مش معناها ان انا اصل الى الحقيقه. لا يستطيع مخلوق ان يصل الى الحقيقه، واذا وصل الى الحقيقه لا يدري انه وصل الى الحقيقه. نعم. والا كنا وصفنا الحق تبارك وتعالى. حسنا. لو احنا نقدر نعمل دي. مظبوط. انما انا بتكلم المجتهد له اجر ازاي وله اجران ازاي؟ ان يجتهد صادقا. نعم. ان يكون صادقا في اجتهاده. اخلاصه في العمل. في اخلاصه، في محاولته اسراء النص القراني في التفسير. جميل. لان لو هذا الكلام وارد ان اللي يقول كلمه من 14 قرن تبقى انتهت، كان الاولى بذلك محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقدر مع القرآن يحط تفسير ويطبع ويبقى انتهينا. كنا نضيع بكده قيمة القرآن. بالعكس، ده سر إعجاز القرآن إن هو مناسب لكل عصر. إلى يوم القيامة. مزبوط. يقول فيه أهل كل زمان قالتهم. ويشوفوا حاجة جديدة ما شافوهاش إلا بهم. وضربت مثال، وكان معايا الدكتور زغلول النجار وإحنا في الهيئة، وقلت له فتح الله لك إذ فسرت فلا أقسم بمواقع النجوم. نعم. على الراجل الفلكي اللي بدأ يفهم يعني ايه مواقع النجوم، وان الكلام ده ما يقولوش غير اله حق. لا اله الا الله. انت فاهمني؟ نعم. طب الراجل الاعرابي اللي سمع فلا اقسم ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، البدوي اللي في الجبل ما يعرفش حاجه لا عن تكنولوجيا ولا عن جيولوجيا ولا 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 ولا، فهم بمعناها ساعتها ان مواقع النجوم دي حاجه عظيمه بعيده، انها حاجه اكبر من مفهومه، فايمانه غلبه على انه يحاول انه يفهم. وهضرب لك امثله دلوقتي على كده. هضرب لك امثله على التسليم للنص القراني. نعم. لاني في كل زمان يعجز اهل الزمان عن الوصول الى الحقيقه المطلقه. صحيح. انما يصلوا لايه؟ لحاجه على قد فهمهم وعلى قد العلم اللي ربنا فتح لهم عشان في هذا الزمن. عشان هقول لك يا هاشم، بس عشان تعرف قيمه الاجتهاد. هو هل يستطيع مخلوق ان يصف الله؟ حاشا لله، لا يمكن. ليه؟ ان كنا ما نقدرش بنوصف الجنه نفسها هنقدر نفسه يعني لا 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 فيها ما لا 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 الجنة لا، أنا بتكلم على الإله الحق. نعم. أنا راجل مؤمن به وعايز بقى أمدح وأصف وأثني. نعم. هقدر؟ لا يمكن. ليه؟ خارج حدود نطاق مخيلتي مهما أفكركم بما قاله أكزينوفونس الثاني، وأنا بقول هذا النص كثيرا، كان الله لا يستطيع لا 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 يستطيع مخلوق لله أن يصف الإله الحق كل الحق، حتى إذا صادف قوله الحق لا يدري هو أنه وصل إلى الحق. سبحان الله. وحتى لو فعلا قال الكلام المظبوط أو الوصف الصحيح، هو ما يعرفش إذا كان ده مطابق للواقع ولا لا. اتفقنا أنك يصعب عليك أن تصف الحق تبارك وتعالى، وبالتالي يصعب عليك وصف كلام الله. صحيح. القرآن كلام الله. لما تيجي توصف الكلام، الكلام عموما زي الكلام اللي داير بيني وبينك وسيلة تفاهم بين المتكلم والمستمع. نعم.
يعني اذا طلبت شيء من حد بتنده له. مظبوط. صح؟ مظبوط. فلما بتنده له بيجي يقول لك نعم، كلامك يوصل له انت عايز ايه فينفذ لك اللي انت عايزه. مظبوط. فالكلام في توصيفه انه وسيله لغة فهم او لغه، وسيله فهم بين المستمع والمتكلم. جميل. خلاص. لكن من توصيفات الكلام ايضا انه يصف المتكلم. ازاي؟ يعني لو واحد قاعد ساكت قدامك وقلنا لك يوصفه، تقعد تبص له كده تقول لي ابيض اسمر طويل قصير، دي اوصاف شكليه. صحيح. لكن عايزين نوصف ذاته لازم يتكلم، فنقدر لازم يتكلم. قول لي بس خليه يقول كم كلمه كده نفهم شخصيته ايه، بيفكر بقى متعلم جاهل عالم فاسق مؤمن من كلامه، وكل ما تتكلم معاه فالكلام يصف المتكلم. جميل. صح. صح. اذا كنت انت عاجز انك توصف المتكلم فصعب عليك ان تصف كلام المتكلم. الله، فتح الله لك. ومن هنا كان اعجاز القران انك ما تقدرش توصف القران كله. نعم. وما تقدرش تقول معاني القرآن كله. نعم. إنما هاشم في فترة زمانه اللي ربنا كتبها له من قبل ما يتولد هاشم هيعيش من كذا لكذا. نعم. إذا كان مؤمن يجتهد في القرآن على قد ما يقدر. نعم. صح؟ صحيح. وبعدين يتوقف هو ويجي اللي بعديه يكمل ياخد من كلامه ويعدي الحتة ويقول حتة ويقول جديد ويقول مش كده؟ مظبوط. يقر كلام ويعدي الكلام وهكذا. هو ده عظمة القرآن. نعم. الدكتور عبد الصبور قال لكم حته، قال اذا حد جه قال ان الجنه بقى بعد كده مثلا في المريخ ولا في كوكب من الكواكب ويقول سنده، هنسمع له الكلام ده بعد 200 سنه بعد 300 سنه قد يكون. نعم. المانع. نعم. هذا الكلام من الرجل معناه ايه؟ انه لم يقطع انه وصل الى الحقيقه وحده. مظبوط. وانه يقر اجتهاد الاخرين. تمام. ويعترف بكلامهم ويضع كلامه بجانب كلامهم الى ايه؟ للبحث. نعم. الكل يبحث. فانا ما اقدرش اقول رايي في الدكتور عبد الصبور الحلقه دي ولا الحلقه اللي جايه، يمكن لسه هقعد مع الرجل مره اخرى، ده احنا لازم نكون اتعلمنا منه كده. نعم. التفكر والتدبر والتامل والمناقشه والمحاوره. قد اتفق معه وقد اختلف معه، اتفق معه في امور واختلف معه في امور. نعم. واختلافي معاه ايه؟ وانا اقبل يده. أكيد. يا دكتور انا مش مقتنع بكلام فضيلتك، انا مقتنع بكلام فلان، وجهه نظري كذا او شايف كذا. لكن عايزين نخرج من اطار التعميم المطلق اللي في الكتب. نعم. يقول لك اهل السنه قالوا كذا، مين اهل السنه؟ نعم. من اهل السنه؟ اهل السنه دول واحد ولا ملايين؟ صحيح. المعتزله قالت كذا، من المعتزله قال كذا؟ نعم. يعني انا ارجو ان اللي بيقولوا يرددوا هذا الكلام، مجرد كلام بنتكلمه كانه علم، سيفاجئوا باننا نثبت لهم أن ما نسبوه إلى المعتزلة قد لا يكون، وما نسبوه إلى أهل السنة قد لا يكون، وما نسب مطلقا إلى المعتزلة نسب إلى غيرهم في كتب أخرى. دي مسألة ما هياش يعني إحنا مش 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 في زمن إن إحنا نقول قالت المشيخة كما عرضنا موضوع في سورة ياسين في حديث. نعم. ها؟ قالت الأشياخ. من قالت المعتزلة. من يا أخي؟ أنت بتتكلم مع عالم. نعم. لا تلقي له الكلام على عواهنه. بل فسر كلامك وقول مين من دول ومين من دول. وفي كل هذا كلام في التفسير، والاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة. مظبوط. بس من يجتهد دي قضية أخرى. نعم. لابد أن يكون دارس للغة وأن يكون ملم بالفقه وملم بعلم الأصول و و و و عشان يسمح له بالاجتهاد. وأستاذنا الدكتور عبد الصبور على رأس من لهم حق الاجتهاد في هذا الزمان، فاسمحوا لنا بس. انا عارف التليفونات اللي جات لك كتير واللي جات لي كتير للكلام عن الموضوع، ادونا وقت نناقش هذا الكلام ثم نعرضه بالكامل ان شاء الله. استاذن فضيلتك معانا فاصل، نعود ونستأنف الحوار بعده ان شاء الله. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا وطريق الهدايه بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد وطريق الهدايه، خير ما نستهل به هذا الفاصل ان شاء الله هو ايات من الذكر الحكيم من سوره قاف، يتلو علينا فضيله القارئ الشيخ عمرو عطيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله جزاكم الله عنا خير الجزاء شيخ عمرو. دكتور محمد نعود ونستأنف بقى حوارنا حول موضوع خروج الروح وكان في حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حضرتك اخترت انك تتكلم عليه سابقا وكذلك هناك وصف قرآني لخروج الروح في آيات كثيرة من القرآن ولكن حضرتك اخترت سورة قاف والواقعة والقيامة واخترت ان في كلمة قرآن حركة لاحظتها طبعا بما فتح الله لك به يعني ان في كل مجموعة آيات بتتحدث عن خروج الروح هناك ذكر لكلمة قرآن فانا عايز بقى حركة بعد هذه التلاوة المباركة يعني توضح لنا هذا الكلام وطبعا سورة قاف بالذات من الصور التي يجب ان نتوقف امامها طويلا ذلك ان الثابت عندنا في اكثر من حديث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها يوم الجمعة ويوم العيد، يعني غالبا يوم الجمعة أو دائما إن صح التعبير يقرأ سورة قاف، وفي العيدين يقرأ سورة قاف. طب إيه الحكمة؟ الحكمة لو قرينا سورة قاف بتدبر وقرأنا كيف رد الله تبارك وتعالى على ما قاله الكفار في مطلعها تجد عجبا في هذه الصورة. هذه الصورة احنا كنا اتفقنا مع الأستاذ خالد الإتربي المخرج معنا بعض آيات من القرآن الكريم من سورة قاف، لو شفنا مع السادة المشاهدين حتى لو معاهم مصاحف أو على الشاشة نسهل عليهم. نعم. شوف مطلع، يعني هذه الصورة قسمها الله تبارك وتعالى أو قسمناها إلى أمور مهمة جدا في قراءتها، يعني تجد الآية من 1 لـ3. نعم. بيعرض فيها الحق تبارك وتعالى لما قاله الكفار. نعم. ولما تعجبوا به من إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعجبهم من أننا نبعث بعد الموت. أإذا كنا ترابا، يعني مستغربين قوي إن إحنا نبقى تراب ونبعث تاني ونبعث يوم القيامة. ذلك رجع بعيد، يعني بنقشوك بقى، يعني بيحطوا لك يعني المفاهيم بقى الصعبة جدا، إزاي نبقى تراب؟ والحق تبارك وتعالى رد عليهم في محكم التنزيل أن إعادة الخلق أهون من بدئه. سبحان الله. منطقا. نعم. يعني شيء منطقي إن البداية، إن صح أن نتكلم بالنسبة للمولى عز وجل في هذا، يعني نعم. المولى عز وجل سبحانه وتعالى فوق هذا الكلام. أكيد. ليس كمثله شيء، قدرته لا تناقش. صحيح. ومع ذلك الحق تبارك وتعالى قال لهم حطوها في التجربة العملية، اللي بيعمل حاجة ويعيدها تبقى أسهل. أكيد. كما بدأنا أول خلق نعيده. صحيح. بالمنطق، مش صعبة يعني. نعم. ومع ذلك تلاقي الصورة ماشية، هي آياتها 45 من 1 لـ3. يعرض الحق تبارك وتعالى ما قاله الكفار في إرسال رسول الله وفي بعثهم بعد الموت. نعم. اعتراضهم وتعجبهم ومسألة كده، يعني ايه هما يحاولوا ايه يصعبوها. جات على الشاشة ولا موجودة على الشاشة؟ من 1 لـ3. هذه المقدمة، ثم 3 فقرات نقسم الصورة بعد كده لـ3 فقرات يرد من خلالهم المولى عز وجل على هذا الكلام او على هذا العرض او على هذه القضية التي ادعوها الكفار والعياذ بالله. نعم. الـ3 فقرات العجب بقى انهم يبدأوا بقد. قد. قد ولقد ولقد. سبحان الله. في الآيات من 4 لـ15، في الآيات من 16 لـ37، من 38 لـ45، بيرد المولى عز وجل قد ولقد ولقد. ما عرفش جابوها ولا طلعت على الشاشة حضرتك كلها. تطلع الثلاث فقرات دول يا هاشم بيرد بيهم المولى عز وجل بإعجازه في الخلق، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق وخلق إلى آخر العرض، وياخد ملمح في وسط العرض ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. سبحان الله. والجميل في هذه الصورة إن بالـ3 فقرات دول يمحي أو ينضحك تماما ما قاله الكفار في تعجبهم لإرسال رسول الله، في تعجبهم للبعث. نعم. فالفقرة اللي تهمنا النهاردة اللي هي الفقرة اللي في النص، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم اللي تفضل الشيخ عمرو. نعم. بقراءته، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. احنا عايزين بقى ناخدها بالتفصيل. كلمة الوسوسة يعني ايه؟ وبعدين فاتني أستاذ فضلتك ان احنا نسأل عن كلمة قاف نفسها. يعني ايه قاف وليه ابتدى الحق بها هذه السورة؟ طبعا السورة بدأت قاف والقرآن المجيد. نعم. وانا واحنا بندردش قبل ما ندخل هوا قلت لك كل ما تيجي ذكر خروج روح تلاقي القرآن قبلها. تلاقي كلمة القرآن أو كلام عن القرآن. نعم. أو تحدي بالقرآن قبل ذكر خروج الروح. نعم. وحنعرض في الـ3 صور بس ناخد الناس واحدة واحدة عشان إيه ما يتوهش الموضوع مننا. أول الصورة قاف والقرآن المجيد. كويس. فالسؤال ما معنى قاف؟ دي أول حاجة. صح؟ تمام. هذا السؤال لا أصل له ولا علم للسائل به. ازاي؟ مفيش حاجة اسمها ما معنى قاف. ما معنى صاد؟ ما معنى ألف لام ميم؟ الحروف ملهاش معاني. اللي غاب عن ذهن الناس
احنا بتجينا الاسئله دي على فكره على التليفون وفي الفاكس وفي يقول لك ما معنى قاف؟ صحيح؟ لدرجه ان انا بس مش عايز اتكلم على في كتاب تفسير قال قاف ومعناها كذا، ما ينفعش كده. او ما معنى قاف؟ من سال ما معنى الحرف يبقى ما هوش فاهم لغه. صحيح. لان الحرف ليس له معنى في حده او في ذاته، ولكن قد يكون بيرمز لشيء معين. يا ده موضوع تاني بقى. نعم. الاشاره او الرمز او السبب او المعنى بالمعنى بايه؟ بالمدلول، باشاره معينه. لكن يعني شوف انا هقول لك مثلا الحروف المقطعه كلها في القران لها اسرار معينه محدش يعلمها. شوف انت قلت ايه؟ لها اسرار مش لها معاني. بالظبط، اكيد من وراها ربنا عايز يقول حاجه، بس ما حدش يقدر يجزم ان هو رايه حتى هو السليم فيها. الجميل يا هاشم ان لما القران نزل، وانا كويس ان انت حتى يعني فتحت موضوع قاف دي بالذات. اولا اللي لازم نعرفه ان قاف هو اول حرف مقطع نزل في ترتيب النزول. خد بالك ترتيب المصحف غير ترتيب النزول، الكتاب غير القران. واحنا كنا متهيألي عملنا حلقه شرحتها القران والكتاب. تمام. قاف دي اقسم لك، قاف دي اقسم لك بالله لو تدبرنا الامر فيها لجاء الرب من الله تبارك وتعالى على ما نسأله عن الحروف المقطعة. أولا أبو بكر الصديق قال جملة أرجو أن توضع في اعتبارنا جميعا، قال لهم ما تسألوش على معنى ألف لام ميم ولا كاف هاء عين صاد ولا حاميم ولا طه ولا ياسين. قال ما حدش يسأل عن الحروف دي لأنها من أسرار الله في القرآن. سبحان الله. وأنا قلت لك أن الكلام يصف المتكلم، فإذا كان بالقرآن الله هو المتكلم فعجزك عن وصف الله يتبعه عجزك عن وصف القرآن كله. يعني الله. انك تقول انا فهمت القرآن كله انت مخطئ. استحال. او انا مخطئ. استحال. اللي يقول هذه الجملة فهو مخطئ، انما احنا نفهم منه قدر طاقتنا. نعم. قدر ما فتح الله به علينا. نعم. الجميل في الامر من المسلمين ان يفهموا القرآن على مراد الله فيه. نعم. مش على مرادنا احنا فيه. واحنا اتفقنا في حلقة ان انا اقرا القران واسال الله تبارك وتعالى ان يوفقني الى فهمه. صحيح. صح مظبوط. لما نزلت الحروف المقطعه احنا النهارده شوف بقى لنا كام قرن من بعد رسول الله ما زلنا نتحاور ونتشاور ونقعد نعمل كتب وننزل 16 راي في الحروف المقطعه. مظبوط. و12 راي في الحروف المقطعه وسبع اراء في الحروف، بننتقي من الاراء. صح مظبوط. انا هسالك سؤال وعايزك تقف أوي عليه. فضل. هل قام أحد من الكافرين أو من المشركين أو من المنافقين بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى ألف لام ميم أو معنى قاف أو معنى صد؟ الله ورسوله أعلم، أنا ما أعرفش. أنا لم أنا... يثبت عندنا في كتب التفسير أو في الحديث أن طائفة من المنافقين. حتى خد بالك الإسلام لما نزل القرآن ودي عظمة الترتيب في الكتاب، إن سورة البقرة هي أول سورة بعد الفاتحة. نعم. استعرض الله تبارك وتعالى فيها أقسام الناس، فتكلم عن المؤمنين في ثلاث آيات، وعن الكفار في آيتين، وعن المنافقين في 13 آية من سورة البقرة. نعم. 3 2 13 3 عن المؤمنين أو المتقين، و2 عن الكفار، و13 آية عن المنافقين. جميل. كويس. ايه المولى عز وجل عايز يقول لك ايه؟ ان صنوف الناس عند تلقي القران او عند قراءه القران او عند تلقي الرساله او عند تلقي الديانه هيبقوا كده، هيبقوا ثلاث فئات، يعني يا مؤمن يا كافر يا منافق. جميل. هل سمعت ان احد من الصحابه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الحروف المقطعه؟ ثابت عندك كده؟ أو حد من الكفار؟ أو حد من المشركين؟ أو حد من المنافقين سألوا يا محمد صلى الله عليه وسلم ما معنى ألف لام ميم؟ يا أخي دي كانت وسيلة طعن جميلة جدا في القرآن بالنسبة لأهل الكفر، لو عايزين يدوروا على أي نقطة ضعف يعني. أنت فاهم إزاي؟ يعني أنا النهاردة لما أكون في كتاب وأنا مش مؤمن بيه سهل قوي إن أنا أطعن منه. نعم. فلما يبقى ويقوم المولى، خد بالك بقى من اللي أنا بقوله، أرجو إن إحنا اللي أنا بقوله ده كله يتحط في اعتبارنا. فضل. يوم المولى جايب لك اول سوره بعد الفاتحه فيها حروف مقطعه. مع ان ترتيبها كان في ترتيب النزول 87. يوم جايبها في الاول بعد الفاتحه ويقول لك الف لام ميم. لو انت اللي هترتب مثلا هتقول نجيبها اقرا
لا، ترتيب النزول. إنما مراد الله يختلف، مراده في الإنزال يختلف عن مراده في الجمع، يختلف عن مراده في فهمك عن فهمنا. احنا مرادنا في الفهم، احنا نفسنا نفهم القرآن كله، لكن مراد الله سبحانه وتعالى يغلب، ومحدش يقدر يفهم إلا ما فتح الله به عليه في القرآن. فهل ثبت عندنا إن أحد من المؤمنين أو الكفار أو المنافقين ذهب إلى رسول الله وسأله يا محمد صلى الله عليه وسلم إيه ألف لام ميم دي؟ إيه كاف هاي عين صد دي؟ إيه طه دي؟ إيه حميم دي؟ إيه ياسين؟ ما فيش. تفهم إيه هاشم من كده؟ أنا في تقدير الشخصي وتوصيفي أنا إن الناس في مقابل هذه الحروف المقطعة انقسموا مجموعتين من كل فئة من الفئات اللي احنا قلناها، يعني الثلاث فئات كل فئة منهم اتقسمت مجموعتين. مجموعة المؤمنين مثلا، نعم والله أعلم، أنا بقول اجتهاد حركة الشخصية، يعني إن المؤمنين من فهم مدلول الله في الحروف فسكت ولم يسأل. ما هو اللي ما يسألش حد من اتنين، يا واحد فاهم يا واحد مش فاهم، يا واحد مش فاهم بس إيمانه غلب، نعم وعايز يعرف يعني. انت فاهمني؟ نعم. لا مش عايز يعرف، خلاص مش عايز يعرف بالظبط. يعني انا النهارده لما اقرا قول ابو بكر الصديق تفهم ايه؟ لا تبحثوا عن معناها، لا تفكروا في مدلولها، تفهم ان ابو بكر ايه؟ سلم لها بما لها وما عليها ان صح. زي في حادثه الاسراء والمعراج، ان كان محمد قد لا فقد سبق ان هو يعني لا ده موضوع تاني، في موضوع تلقي القران ده موضوع تاني. هو في موضوع الاسراء اللي انت بتقول عليه هو مسلم اساسا بالظبط، فهو مصدق لما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما يقوله الرسول حق. تمام. انما الحروف المقطعه يا اما لها معنى يا اما لها مدلول، يا اما يا اما يا اما، بس كله على مراد مين؟ على مراد الله. فهو مش مكذب، لا ده هو مصدق بس مش قادر يوصل للمعنى اللي ربنا عايزه، المعنى العميق لالف لام ميم، فقال ما تدوروش. ولما تناقش قالة الصديق رضي الله عنه وارضاه تجد عجبا، تجد ان حينما قال الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، تمام انا قلت لك ده تقرير وتحدي، نعم صح تمام. لو معنى الف لام ميم اتعرف اقول قران واحط لك حروف مقطعه، انما يبقى سر ان انا ما اقدرش اعرف الف لام ميم، يبقى ما اقدرش اجيب قران وما اقدرش اعمل قران، لان لو اتعرف معنى الف لام ميم اقول سين كاف عين واتكلم. صحيح. فتبقى هذه الحروف وكانها سر حفظ الله لقرانه وسر معجز، يعني معجز باطلاق. نعم. لكن وانا بقرا في قاف تذكرت بيت شعر قديما لعربي قديم او لقريشي قديم، ويمكن الناس تعرفه او بعض الاخوه المشاهدين يعرفوه، الوليد بن المغيره. وانتم عارفين ما قاله في القران. ايه رايك ان له بيت شعر يدلك على اعجاز الله للعرب بالذات ساعه نزول القران؟ يقول في هذا البيت: قلت لها قفي فقالت قاف. قاف يعني ايه هنا؟ وقوف يعني، يعني وقفت او انا واقفه. نعم. يبقى اذا العرب استخدموا الحروف للدلاله على كلمات، بيستعمل الحرف عشان يدل على كلمه معينه. انت لسه ما خدتش بالك ان قاف في فصل. احنا يا استاذ حضرتك عشان نرجع لبيت الشعر بتاع الوليد بن المغيره، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا وطريق الهدايه. ولكن قبل الفاصل اذكر حضراتكم بمواعيد اذاعه البرنامج يوم الاحد من الساعه 6:00 الى 7:30 مساء، الاعاده الاولى يوم الاثنين صباحا من 10:30 ل 12 ظهرا، فجر يوم الثلاثاء من 5:30 وحتى 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينه القاهره. فابقوا معنا وطريق الهدايه. دكتور محمد، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن بيت الشعر بتاع الوليد بن المغيرة، وحضرتك قلت لنا ان العرب كانوا بيستعملوا الحروف للإشارة الى كلمات. شوف لما ينزل القرآن بقى يعجزهم. نعم. ان انت قاف، انت عارف انت قصدك ايه لما قال فقالت قاف، لما يتسأل الشاعر وانت عارف ان في مثل او في قول يقول لك المعنى في بطن الشاعر، لا يعني تمام. هو اللي يعرف فانت عارف قاف يعني ايه، او مدلول قاف يعني اني واقفة او وقفت او كده. إنما المولى عز وجل لما يقول قاف والقرآن المجيد، تسمع بقى ملايين الآراء في قاف، وكلها آراء
لا تقف على معنى او على مدلول. اللي احنا عايزين نقوله ان الحروف ملهاش معاني في حد ذاتها. نعم. انما الحروف ان دلت في القرآن فانما تدل على ان محمدا صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة السماع مش قراءة الكتابة. ياريت حضرتك توضحها تاني عشان المعنى يثبت. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يصفه القرآن إلى يوم الدين أنه النبي الأمي. نعم. إحنا زمان وقعنا في غلطة في بعض كتب اللغة. نعم. أن يقول لك ما هو الأمي. بعض كتب التفسير اللي خدت من كتب اللغة قالت لك أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. نعم. وإحنا قلنا لا، ارجعوا إلى كلام ابن منظور وإلى عرضه القوي عن فحول اللغة أن الأمي هو الذي لا يكتب. نعم. واحد يقول طب انتم معترضين ليه على لا يكتب ولا يقرأ؟ لأن القراءة تنقسم نوعين، في قراءة عن سماع وفي قراءة عن كتابة. يعني الراجل اللي تعلم حروف الهجاء في المدرسة مشي كده من أولى ابتدائي لستة ابتدائي الإعدادي يعرف يكتب ويقرأ. صحيح. صح مظبوط. بيقرا ليه؟ بيعرف لانه كتب. تمام. يعني هو كتب حاجه فلما تيجي تجيب له حاجه اللي كتبها او زيها يقراها. مظبوط. بيقرا، ده بيقرا عن ايه؟ كتابه. عن كتابه. مظبوط. ركز معايا بقى، الراجل ايه؟ كتابه. عن كتابه. مظبوط. ركز معايا بقى، الراجل الامي الذي لم يقرا ابدا ولم يذهب الى كتاب ليتعلم الكتابه، الكتابه لو قعدت على شيخ يقرأ عنه القرآن سماعا، سماعا وليس قراءة من الكتابة، لو قلت له اكتب اللي انت بتقراه ما يقدرش، ما يعرفش. طب هذا يقرأ ولا لا يقرأ؟ يقرأ، ولكن يقرأ سماعي، عن سماع. تمام. خد بالك بقى شوية قوي، يقرأ عن سماع، هذا هو مراد الله في قوله لمحمد اقرأ. قرأ ولا ما قرأش؟ قرأ. إيه نعرف منين انه قرأ؟ من الحروف المقطعة. لو جبت راجل أمي قلت له يقعد معانا، يقعد يتكلم معاك في السياسة والاقتصاد والكورة ويتكلم كويس قوي، أمي، لو قلت له استهجى كلمة اقتصاد يعرف؟ ليه؟ بالراحة. لأنه لم يتعلم اسم الحرف إنما تعلم مسمى الحرف. يعرف يقول الحروف وهي متركبة مع بعضها. يعرف يقول يلعب ويكتب ويشرب ويأكل، يعرف يتكلم زي ما أنا بتكلم كده. هو يتكلم زيي، بس لو قلت له استهجى يلعب ما يعرفش يقول، ما يعرفش يقول ياء بتاع كل واحد، لام عين باء ما يعرفش، لكن يقولها يلعب على بعض. يبقى ده اسمه يعلم مسمى الحرف. مسمى الحرف يعني دخول الحروف مع بعضها في كلمات يقولها، لكن ما يعرفش اسم الحرف. فالقرآن دلك على أن محمد علم المسمى وعلم الاسم، فقال له قاف كاف ها يا عين صاد فيقولها. فمحمد قرأ عن إيه؟ سمع. عن سماع. وهذا هو دأب القرآن، أن تتلقاه سماع. الراجل اللي بيقرأ القرآن باجتهاده كده بدراعه يغلط، إنما اللي يقعد على شيخ يقرأ صح، يقرأ صح، لأنه حفظه سماعي صح. ليه؟ لأن معنى قرآن جاي من قراءة، وقراءة جاية من سماع. لما القرآن اكتمل وبدأت الأمور تستتب، سماه الله تبارك وتعالى كتاب. ولذلك لم تظهر كلمة كتاب إلا بعد استقراء القرآن وإيه؟ وتعلمهم أسماء الحروف ثم كتابة الإيه؟ الآيات. فبقى اسمه إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. عمره ما كان كتاب إلا بعد ما إيه؟ ما استقرت القراءة. فالكتاب ده جاب لك بعض الحروف المقطعة ليدل لك على أن الأمي تعلم القراءة سماعا وعلم أو أذن لهم أن يكتبوه، فقدر يقول ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، عرف أسماء الحروف أهي مش مسمياتها.
مش في الكلام بس، ده عرفها كمان ايه مقطع. هذا رأي من الآراء، هذا مدلول من المدلولات. تيجي عند قاف والقرآن الكريم، ما هي قاف دي تساوي قالت الوليد بن المغيرة قلت لها قفي فقالت قاف. فالمولى عز وجل أنزل القرآن تحديا لهم حتى لاستخداماتهم الحروف، يعني حتى في استخدامهم الحروف بمدلول، لكن يبقى مدلول قاف في القرآن عند من؟ الله عز وجل. الكل يجتهد والكل لم لا يصل، لأنها من أسرار إعجاز القرآن. قاف والقرآن المجيد، ثم يتكلم الحق تبارك وتعالى على اعتراض الكفار على بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إرساله أو إنزاله، وعلى أننا هنبقى إزاي نكون إيه؟ تراب ثم نبعث. ذلك رجع بعيد، يعني شيء مش متصور خالص عندهم. نعم. كده برضو. نعم. ثم يرد عليهم الحق تبارك وتعالى في 3 فقرات، منها الفقرة اللي معانا. ولقد خلقنا الإنسان، يعني اللي عمل كده قادر على البعث، له الحق في إرسال الرسل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وحبل الوريد هنا هو العرق الذي إذا قطع مات الإنسان. وحبل الوريد أي حبل هو الوريد، وهذا استخدامه اللغوي بعطف العام على الخاص أو الصفة على الموصوف. حبل هو الوريد، هذا الحبل أو هذا الوريد إذا قطع مات الإنسان فورا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه. فجأة يقول لك وجاءت سكرة الموت بالحق. يعني الأول اتكلم عن خلق الإنسان، وبعدين وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وبعدين ينقلك فجأة إلى يوم القيامة، ما يتكلم لكش عن خروج الروح. ليه؟ إيه أو ما يتكلمش عن القبر. يعني وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لا. ونفخ فجأة كده يقوم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فين القبر؟ فين خروج الروح؟ حياة البرزخ الحتة دي مش موجودة، مش موجودة هنا. طب الحكمة يا دكتور؟ الحكمة انه عايز يقولك انها فترة اقل من ان احنا نتكلم فيها بالمقارنة بيوم في القيامة في الصورة دي، لكن هنتكلم فيها في ايه؟ في صورة القيامة، هنتكلم فيها في صورة الواقعة. بس الكلام فيها هيبقى منفصل عن دي وعن دي. ليه؟ كأني بالله تبارك وتعالى يقول ان الفترة في القبر فترة زمنية قليلة جدا، اقل من ان احنا نتكلم فيها في كل الصور. وعشان تفهموا كلامي، اللي ناموا نومة طويلة تساوي موتة العزير واهل الكهف. لما تسأل العزير كم لبثت؟ قال لبثت يوما على 100 سنة. يعني هو نام اماته الله 100 عام ثم بعث. المولى عز وجل ضرب المثال ده وضرب مثال سورة الكهف عشان تعرف انت تقدر تحكم ان الزمن في القبر ينقطع. يعني الميت من عهد ادم الى ان تقوم الساعة، لو سألته يوم القيامة كم لبثت هيقول لك ايه؟ يوما او بعض يوم. بالنسبة له مش حاسس، ما يقدرش يحسب الزمن، ما فيش زمن بالنسبة له. عارف ليه يا هاشم؟ دخل واحد صاحي اوضه ضلمة وقفل عليه وافتح له بعد سنة، قل له قعدت قد ايه؟ افتح له بعد 3 ايام، قل له قعدت قد ايه؟ مش هيقدر يحسب. ادام ما فيش ليل ونهار مش هيعرف يحسب. صحيح، ما يعرفش يعد. هي كل طلعت شمس بيقول 1 2 3، فاهم؟ مظبوط. فضلمة على طول، مش هيقدر. فما بالك انه ميت اقبال، احنا قلنا الحديث المرة اللي فاتت، اقبال انقطاع من الدنيا واقبال من الاخر، وفترة انتقالية مقطوع فيها الزمان. فلو سألته من عهد آدم إلى يوم القيامة زي إلى اللي مات قبل القيامة بيوم، لو سألت الاثنين يوم القيامة ده هيقول لك يوما أو بعض يوم، وده يقول لك يوما أو بعض يوم. أهل الكهف 300 و
والعزير 100، الاثنين جاوبوا اجابه واحده. نعم. فالقبر الزمن فيه مقطوع، ما تقدرش تحكمه، ما تقدرش تقول انا قعدت قد ايه. تمام. ادام الزمن كده وادام الفتره الزمنيه دي قليله، فانتقل سبحانه وتعالى من كلام عن سكره الموت الى الايه؟ الى القيامه مباشره، لان الفتره دي اقل من ان احنا ايه؟ نتكلم فيها. ولما نتكلم فيها نتكلم عن اعجاز الله للبشر فيها او للخلق فيها. ففي الواقعه فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. تساوي قول الحق تبارك وتعالى كلا اذا بلغت التراقية وقيل من راق. من يشفي ده؟ والشفاء هنا اعادة الروح او انك تمنع خروج الروح او تجعله يقوم تاني. وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. والتعقيب فلا صدق ولا صلى. وانا ارجو ان احنا نسمع دي عشان خاطري. انا مركزين. فلا صدق ولا صلى. ومش هقول علماءنا قالوا ايه فيها. ولكن كذب وتولى. بس ارجو ان يكون مفهوم هذه يساوي يتخذ من النقيض. فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب. كذب عكس ايه؟ صدق. وصلى عكسها ايه؟ تولى. ترك صلاة. تولى يعني ايه؟ تولى عن اوامر الله كلها. لا. بعد عنها. بعد. يبقى الذي يصلي يقترب من الله تبارك وتعالى. الله. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. يبقى صدق قول الحق تبارك وتعالى كلا لا تطعه واسجد. واقترب. كل ما تسجد تعمل ايه؟ كل ما تصلي تعمل ايه؟ تقترب. تقترب. ويبقى خذوا المعنى من دي. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ورحم الله استاذ اساتذتنا الشيخ عبد الجليل عيسى رحمه الله عليه وهو يفسر صدق، يقول لك صدق ما ضعفها الله تبارك وتعالى الا لتجمع الصدق والتصدق. يبقى ما اخرجش الزكاه عشان يجيبها مع صلى، يبقى اخراج الزكاه مع الصلاه، والتصديق عكسه الكذب. فقال لك ان المولى ضعف الدال صدق عشان تمشي صدقه او صدقه من الصدق ومن التصدق رحمه الله عليه. تحتمل المعنيين يعني. تحتمل المعنيين. طب استاذن فضيلتك، يعني انا في سؤال طرأ ذهني دلوقتي لما حضرتك بتتكلم عن ايات السجود في القران. على حد علمي والله اعلم انهم حوالي 15 ايه. لا 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 15 موضع سجده يعني. بالظبط. لما بتتكلم على مواضع السجود. مواضع السجود. ايه الحكمه منها يعني او ايه معناها؟ مفيش كده. مفيش سؤال كده يا هاشم. ما احنا اتفقنا مفيش حاجه. ما احنا لو كانوا 16 اولا. لا مش بتكلم على العدد، انا بتكلم عن معناها يعني. معنى السجود؟ معنى ايات السجود. شوف ليه المواضع دي بالذات في القران الكريم ربنا اختارها ان يكون فيها سجود؟ هقول لك. هو اصل لا انت مش عايز تقول كده، انت عايز تقول ليه بنقوم نسجد. مش كده السؤال كده؟ السؤال كده. وفي نفس الوقت ليه في الاماكن دي تحديدا في القران مش في يعني مش في اماكن اخرى؟ هنرجع تاني للسؤال المنهي عنه، ان ما نقولش ليه هنا. ما هي لو كانت هنا هنقول ليه هنا، ولو كانت هنا لا يعني. انا عايز اقول هل في حكمه معينه يعني منها؟ ما هو ما ينفعش اقول الحكمه ايه من هنا. لو كانت هنا كنت هتقول لي ايه الحكمه من هنا؟ صح؟ كان ممكن يبقى في معنى لا معين يعني. في قول ايه الحكمه من ان انا اقوم اسجد وانا بقرا؟ ماشي. لان السجود معناه ايه؟ معناه له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي الخشوع والخضوع والتذلل. نعم. المعنى الاصطلاحي ان تسجد بهامتك. لو انت خدت مقطع كده للساجد. نعم. تلاقي راسه جت مع رجليه على خط واحد. تمام. اعلى نقطه فيك. فده اعلان بمنتهى الخضوع والخشوع والتذلل. ودي الحته اللي بيقولها المولى عز وجل فلولا ان كنتم غير مدينين. نعم. مدينين يعني ايه؟ لا يعني خاضعين لله خضوع تام. يعني هو في اكتر من ان يبقى احب انسان اليك ميت نايم يموت وانت مش قادر تعمل حاجه. يبقى انت هنا خاضع ولا ما انتش خاضع؟ خاضع. انت ساجد ولا ما انتش ساجد؟ ساجد. ولذلك اذا سالت انت بقى من الحكمه جاء في القران بمعنيين الاسلام والسجود. ان الاسلام لله تبارك وتعالى من كل من في السماوات والارض وله اسلم من في السماوات والارض. وشوف العظمه في اللي جايه.
طوعا وكرها او كرها او طوعا وكرها. هو اسلام الوجه لله مش اسلام عقيده. بس خد بالك يا هاشم، مش اسلام عقيده او اسلام توجه، لا ده الخضوع. اسلام الخضوع غصب، كنايه يعني عن الخضوع والخشوع. المسلم لله. مسلم طواعيه. نعم. وغير المسلم مسلم لكن غصب عنه كراهيه. صحيح. هل يستطيع الكافر ان يستيقظ صباحا فيفعل ما لا يكتبه الله تبارك وتعالى؟ لا، مكتوب مسبقا في بس مسلم غصب عن عينه بالبلدي. صحيح. صح؟ صحيح. والسجود كده، السجود بمعنى ايه؟ مش بمعنى الصلاه، مش سجود الصلاه او سجود التلاوه. لا. السجود بمعنى منتهى الخضوع. لا. فمنتهى الخضوع ان انت تقف تشوف حبيبك او صفيك او ابنك، انا بقول على 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 الالفاظ اللي جايه في الحديث القدسي. نعم. ها؟ نايم روحه بتطلع، فبيقول لهم فلولا ان كنتم غير مدينين، لو انتم صحيح مش خاضعين غصب عنكم وفي قهر لله تبارك وتعالى في هذه النقطه ترجعونها ان كنتم صادقين. فايه اللي بيحصل؟ ما بيعقبش على دي، بيقول فاما ان كان، يعني هيموت هيموت، ميت ميت. نعم. شئت ام ابيت، لكل أجل كتاب. فراح متكلم على طول في النقلة في توصيف الميت، هيبقى حاجة من ثلاثة، فأما إن كان من المقربين، وأما إن كان من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين اللي هم أصحاب الشمال. يبقى الناس بعد الموت على الحتة دي. لكن شوف القرآن هنا لا يتكلم في إيه؟ في توصيف خروج الروح. انت فاهم قصدي ولا لا؟ انا فاهم قصدي، حضرتك ما بيتكلمش عن توصيف الخروج. ليه يا هاشم؟ لان هذه النقطة اعظم من ان يتكلم القرآن فيها. بمعنى ايه يا دكتور؟ واوقع من ان يتكلم القرآن فيها. هي وقع وقع تكلم فيها القرآن او لم يتكلم، بس القرآن لما اتكلم اتكلم من جزئية القرآن اللي هو الاعجاز من الله تبارك وتعالى لمسألة الايه؟ لمسألة الروح. وساب الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي لنا في الحديث النبوي الشريف، أو في الحديث، طبعا احنا لا نعرض إلا الأحاديث الصحيحة أكيد، ومن هنا ساب دي للرسول صلى الله عليه وسلم. كأن السنة أو كأن الحديث بمثابة، إن صح التعبير، المذكرة الإضاحية للقرآن، مكمل لي أو مفسر لي. أيوة. في حدود، في حدود إيه؟ لما جه مثلا الرسول يتكلم عن الجنة ما عادش يقول لك فيها كذا وفيها كذا، القرآن قال فيها أنهار وفيها الرسول راح مديك إجمال، قال لك فيها ما لا عين رأت. نعم. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا خطر على قلب بشر. صحيح. كأنك بالرسول صلى الله عليه وسلم يعجز عن وصف الجنة. فقال فيها حاجات أنا ما أقدرش أوصفها، يعني رآها صلى الله عليه وسلم لكن يعجز لسانه الشريف عن وصفها. صلى الله عليه وسلم. صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فهمني؟ فهمي. فالقرآن يكلمك في نقط، ويسيب الحديث إيه؟ يكلمك في نقط. تمام. الشاهد في الحديث إن ما تكلم القرآن أبدا عن خروج الروح أو عن الموت أو عن الروح بالطريقة دي، بطريقة الإعجاز دي، إلا وتكلم عن القرآن قبلها. ففي سورة قاف اللي معانا، قاف والقرآن المجيد. نعم. ده في مطلع السورة، ثم تكلم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، والنفس هنا هي الإيه؟ جماع الروح والبدن. تمام. صح؟ تمام. في سورة الواقعة قال إيه؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. صح؟ تمام. وتكلم عن القرآن ثم قال فلولا إذا بلغت الحلقوم. بلغت دي رجع على إيه؟ الروح. طب منين؟ في حديث هنا عن الروح؟ في حديث عن الروح إزاي؟ بس الروح اللي هي القرآن، ما احنا اتفقنا ان الروح جت بكم معنى؟ ست معاني في القرآن، منها القرآن وقوام الحياة. تمام. وانا يعني لا يسعني الان الا ان احيي استاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين مرة اخرى لما قال ان الروح فاذا سويته ونفخت فيه من روحي مش قوام الحياة زي ما كلنا فاهمينها، انما للرجل
ها، وانا احب اقول عليه كده يعني، لانه رجل والرجال قليل، للرجل نظرة اخرى في قول الحق، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي. فالروح اللي خدها الانسان غير كل قوام حياة في كل البشر، في كل الخلق، خلق الاخرين، في كل الخلق. نعم. لان لو انت فتشت في القرآن كله، الوحيد اللي خد روح منسوبة الى الله او منتسبة الى الله، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، زي ما يقول يا عبادي. الياء هنا دي ياء عايزة وقفة طويلة جدا، وجزاه الله عنا كل خير لانه فتح لنا طاقة امل وطاقة نور في هذه الكلمة، نبحث فيها مرة اخرى ونتعلم عنه ان صحيح الانسان هو الوحيد اللي خد الروح دي، والروح دي انتسبت لمين او نسبت الى من؟ الى الله تبارك وتعالى جل شأنه. فالانسان خد منها. نعم. صح؟ مظبوط. شوف بقى لما فجأة يقول لك فلولا إذا بلغت الحلقوم، بعد ما اتكلم عن القرآن، ودي مش صدف، لأن في سورة القيامة نفس الحكاية، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع، وبعدين يتكلم كلا إذا بلغت التراقية. مش صدفة إنه يتكلم عن القرآن وعن الروح قوام الحياة. أكيد ما فيش صدف في القرآن، هي كلها لها حكمة. في القيامة، في الواقعة، في قاف. كأني بالله تبارك وتعالى يقول إن المقربين لهم روحان، روح هي القرآن، وروح هي قوام الحياة، وروح هي قوام الحياة. يختلف عن المكذبين الضالين اللي ما لهمش غير إيه؟ روح قوام الحياة فقط. صحيح. كأني بالمقربين السابقين أصحاب اليمين، ودي هنشوفها في الحديث، لهم شأن خاص ووضع خاص بهذا الروح وهو القرآن. لأن القرآن لماذا سماه الله روح؟ شوف لما يقول لسيدنا النبي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ليه سماه روح؟ لأن تخيل إنسان غير مسلم وأسلم، بعد إسلامه يبدأ يقرأ القرآن، فتبدأ تتغير حياته، فيبدأ يصلي ويبدأ يتصدق ويبدأ يزكي ويبدأ يحسن ويبدأ يتعامل مع الناس بما يرضي الله، ويبدأ ما يغشش ويبدأ ما يضلش. إذن حياته اختلفت مع الناس بما يرضي الله، ويبدأ ما يغشش ويبدأ ما يضلش. إذن حياته اختلفت بين روح بين جنبيه وبين روح أخرى أضيفت إليها وهو القرآن. كأن المسلم يحيا حياة أخرى على حياته، على الحياة البشرية العادية بالقرآن. لما تشوف واحد مسلم واحد غير مسلم، ده له روح وده له ايه؟ روحين. روحين له روحين يعني ايه؟ مش بصراحة ارواح يعني زي لا 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 لا، له روحين يعني له روح قوام حياته. نعم. اللي زي البشر كله، اللي لو هدمت البدن تخرج. تمام. او اذا جه ميعادها تخرج، واحنا شرحنا المسألة. تمام. دي انما له حياة تانية، حياها بقى كمسلم كمؤمن. ولذلك مش عبث ابدا إن أو 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 عشان يبقى الكلام مظبوط، ما هي الصدفة إن يتكلم عن القرآن ثم يتكلم عن الإيه؟ عن الروح أو عن خروج الروح. دي مش صدفة. في سورة قاف استطلع السورة بها، قاف والقرآن المجيد. في سورة الواقعة تكلم عن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وبعدين في القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآن، وبرضو لا تحرك به لسانك لتعجل به، هو إيه؟ الروح القرآن. نعم. وبعدين فجأة يقول لك كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. دي مش صدفة، ويجب أن احنا نفهم ليه المقربين بقوا مقربين وليه المكذبين بقوا مكذبين. المقربين قربوا بما؟ باتباعهم للقرآن. نعم. والمكذبين كذبوا بما؟ بالابتعاد عن القرآن، بتكذيبهم للقرآن. نعم. وليه الناس كذبت القرآن؟ لأنه كتاب أوامر ونواهي، كتاب تكليف، فأنت النفس البشرية مش عايزة تكليف، مش عايزة. من أسعد الناس يوم الموت؟ إذا أردنا أن نجيب عن هذا السؤال فعلينا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا كنا عرضنا بعضه بسرعة كده. هذا الحديث يوصف كل ما في الآيات وعجزنا عن فهمه في القرآن. يعني زي ايه يعني؟ فلولا هقول لك، فلولا إذا بلغت الحلقوم،
اشمعنى الحلقوم؟ ان حضرتك شرحت لنا قبل كده في سهم الحياه وسهم الموت اللي هو عكس الحياه، ان اخر لا. حته ايوه الروح بتبقى فيها مع الجسد، كان مساله الحلقوم دي هي المساله السابقه على تمام خروج الروح. تمام، حتى التوبه ما بتبقاش مقبوله غير قبل الغرغره. كويس كده. تمام، وشوف كده في سوره القيامه، في سوره القيامه ايوه، كلا اذا بلغت التراقية وقيل من راق. كأن لو قيل من راق قبل التراقية ها ينفع. إن الطبيب له علم يدل به إن كان للمرء في الأيام تأخير. حتى إذا ما انتهت أيام رحلتي حار الطبيب وخانته العقاقير. ولذلك الأطباء لما يدخلوا عمليات تجد عجبا فريق، يقول لك فريق جراحي فريق طبي، اثنين داخلين ثلاثة داخلين، لو نجحت العملية ده يقول لك أنا السبب، وده يقول لك أنا اللي عملت مش عارف إيه، وأنا وصلت إيه وحطيت له شريحة إيه، مش كده؟ ولو مات يقول لك نصيبه كده، محدش ينسبها لنفسه أبدا. ده حتى إحنا في يا أخي سبحان الله، يقول لك فلان مات وصغير شوية في السن يعني، يقول لك مات موتة ربنا؟ هو في موتة ربنا وموتة مش ربنا؟ أو موتة مش بتاعت يعني، لكن ده مفهوم البشر، ده مفهوم الناس، انه ادم صغير يبقى لازم يا حادثه يا فاهم. هذا المولى عز وجل. لا بس حديث سيدنا النبي بقى اللي بيوصف الكلام ده ان هو ما حدش بيموت الا ما بيستوفي اجله وعمله ورزقه. لا يمكن لا يمكن. طب حتى لو كان جنين في بطن امه بالظبط كده، ممكن الجنين يموت قبل الولاده بالزبط. او بعد الولاده بالزبط. مباشره، او له اجل يبقى برضه مستوفي كل هو حاجة. الذي قضى اجلا ثم واجل مسمى عنده هو الذي قضى اجلا واجل مسمى عنده، مش واجلا ودي لها شرح كبير نبقى نشرحها. طب معناها ايه؟ لا عشان 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 واو الاستئناف. يعني قضى اجلا فين؟ في 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 في, في اللوح المحفوظ للدنيا كلها، واجل مسمى عنده لمين؟ للمولود، او العكس. اجلا للمولود واجل مسمى عنده للكون، لان هنا اختلفنا في توصيف الاجل ده والاجل ده. انما بالقطع في اجل للدنيا كلها واجل لكل واحد منا على حده. ولذلك شوف هو الذي قضى اجلا واجل مسمى عنده. فاذا المولى عز وجل مش محتاج لاسباب للموت، لكن مفهوم نحن البشر حكايه موتة ربنا تكشف لك مفهوم الانسان للمساله دي. رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى كلا اذا بلغت فلولا اذا بلغت الحلقوم وكلا اذا بلغت ايه التراقي. في اللحظه دي اسمع الايه اللي جايه دي هتفهم قيمه اللي احنا قلناه زمان. وظن انه الفراق. الفراق وظن انه الفراق. مين اللي ظن؟ اللي هو بيحتضر ولا هو. الناس اللي حواليه؟ لا هو هو بس ظن هنا بمعنى ايه؟ برافو عليك. علم يقين. اليقين علم علم اليقين. ودي قيمه اختيارنا لتوقيع القرآن في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. حضرتك كنت وضحتها لنا قبل كده برضه. ومسألة ظن في القرآن أن هذه الكلمة الظن إدراك الطرف الراجح في القضية. إحنا قلنا لما بتعرض عندي قضية بيتقلب فهم الناس ليها بين أمور أربع. العلم إدراك اليقين. يعني أنا أعلم المسألة بنسبة 100% يتقال إن أنا إيه؟ أعلمها. نعم. صح؟ مظبوط. أعلم 60% مقابل 40%، يعني 60% علم أو و 40% جهل، ده يزيد وده يقل، بس الطرف الراجح علم للعلم يعني. يبقى ظن. نعم. 50% أو 50% شك. متأرجح بين حاجتين. 40% علم و60% جهل أتوهم. فالعلم إدراك اليقين، الظن إدراك الطرف الراجح، الشك تساوي الطرفين، الوهم إدراك الطرف المرجوح. نعم. فهنا يقول لك إيه؟ وظن أنه الفراق. يعني إيه ظن؟ يعني علم. تأكد يعني. ليه ما قالش علم؟ لأن دي نسبة مش محتملة ولا مفترضة في وجود الله تبارك وتعالى. لدرجة إن الرجل يوم القيامة يقول إني ظننت أني ملاق حسابي. حتى يوم
قيامة يعني. ما يقدرش يقول علمته في حضرة العلام. يعني دي خاصة بالله عز وجل. شوف إني ظننت بدل إني إيه؟ علمت. هي ظن هنا بمعنى علم بدليل إنه هو اشتغل وخد الكتاب باليمين. تمام. صحيح لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، دي حقيقة، لكن العمل ركن. يعني يدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى الذي يسر له العمل. جميل. والأعمال اللي هي تشفع له بقى زي ما حضرتك وضحت لنا، من غير عمل مش ممكن. لما مفهوم الرسول عليه الصلاة والسلام إن سبب العمل هو الله تبارك وتعالى. أكيد. فالمولى عز وجل يقول هذا، ومحمد صلى الله عليه وسلم يشرح لنا توقيع ما يحدث أو توصيف ما يحدث. ففي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب زي ما قلنا، وهو حديث صحيح، يقول البراء بن عازب: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. وأقف عند قول البراء: ولما يلحد، يعني الرسول جلس على القبر صلى الله عليه وسلم يتفكر ويتدبر وفي يده عود ينكت به في الأرض، ولما يلحد الميت لسه ما اتدفنش، فيفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم يرفع رأسه. وانا ارجو ان احنا نبقى فاكرين اللي احنا قلناه في الحديث، ان الصحابه قاعده حول الرسول عينهم متعلقه به صلى الله عليه وسلم. يقول راوي الحديث: وكان على رؤوسنا الطير. فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه فجاه ويقول: استعيذ بالله من عذاب القبر. مرتين او ثلاثه شك من راوي الحديث. فيسكت الصحابه ليحكي لنا محمد صلى الله عليه وسلم من بداية رحلة خروج الروح. يقول: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، جاءه ملائكة من السماء بيض الوجوه. دي اللي احنا كنا قلناها زمان، بيض الوجوه مش بيض، يعني مش ملائكة بيضة وملائكة سودة، لا، بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله، أرجو أن نفهم هذا الكلام جيدا عشان نفرق بين رجل اجتهد وعمل وصلى وصام ورجل كذب وتولى. برافو عليك. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فهذا وصف المصدقين المقربين أصحاب اليمين. تأتيه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، يجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه. طبعا الراجل الصالح إذا سألت أنت لماذا يتيسر له قول لا إله إلا الله، ولماذا سألت أنت لماذا يتيسر له قول لا إله إلا الله، ولماذا يشير بإصبعه هكذا أو يسكت خالص ويبقى في دنيا تانية زي ما بيقولوا، لأنه يرى الملائكة. لأن أدام وصلت إلى التراقية أو إلى الحلقوم، يبقى الملائكة دخلت وبدأ إيه؟ يشوفهم. خلاص؟ يجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: قال أرجو أن نسمعها جميعا. ده بالنسبة للعبد المؤمن. يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من ربك. الله. وفي إحدى نسخ هذه الرواية بذاتها، مش عايز أتعب الناس يا أيتها النفس الطيبة. لكن أنا ليه اخترت الرواية المطمئنة؟ لأن عندي التوقيع في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. وقال لها يا أيتها النفس، وملك الموت بيقول يا أيتها النفس، لأن لسه الروح فين يا أستاذ هاشم؟ في الجسد، جوه البدن. فهتسمع عجب دلوقتي لما حسب انا في الحديث شويه، لما الملائكه تاخد الروح وتطلع بها الى السماوات، تسال ملائكه الصاعده الهابطه، تسال الصاعده: ما هذا الروح الطيب؟ مش النفس بدات تظهر. برافو عليك، طلعت من الجسد. خلينا ماشيين بقى في الحديث. يا ايتها النفس المطمئنه او الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان. يا سلام. يقول البراء: قال أي محمد صلى الله عليه وسلم، فتخرج تسيل
كما تسيل القطرة من في السقاء. بس خمس دقايق بس. احنا نستأنف يا مش عارف الحقيقة، احنا مستمتعين بحديث حضرتك جدا، لكن معنا الشيخ عمرو فنسمع الدعاء. استاذ حضرتك ان شاء الله اللقاء القادم بإذن الله. الشيخ عمرو بقى مناجاة جميلة كده ان شاء الله عشان نختم بيها اللقاء، عشان نبقى يعني السادة المشاهدين ما يعاتبوش علينا. ان شاء الله الحلقة الجاية نبدأ من مما انتهينا عنده عشان ما نكررش. والناس الحمد لله ان شاء الله تكون متابعة بإذن الله. اتفضل يا شيخ عمرو. نناجيك يا إلهنا، نناجيك، نناجيك يا تسمع نداءنا، فقد عظم جرمنا، فقد عظم جرمنا، فقد عظم جرمنا، وقل حياؤنا. حتى متى وإلى متى، حتى متى وإلى متى، حتى متى وإلى متى، نقول لك العتبى ثم لا تجد عندنا صدقا ولا وفاء. لو لم يكن إلا الموت لكفى، كيف 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 وما بعد الموت أعظم وأدهى. فيا غوثا، فيا غوثا، فيا غوثا، فيا غوثاه بك يا غلبنا، ومن دنيا قد تزينت لنا، ومن نفس أمارة بالسوء، إلا ما رحم ربنا. فيا ربا، يا ربا، يا مثلنا فارحمنا، ارحمنا إذا ودعنا الأهل والأحباب، وحثي علينا التراب، وبليت أجسادنا، ونسيت أسماؤنا، وهجرت قبورنا، وهجرت قبورنا،
فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر ارحمنا يوم يأتيك كل منا فردا شاخصا إليك بصره مقلدا عمله وقد تبرأ جميع الخلق منا ارحمنا إذا ظهرت منا المآثم واستولت علينا المظالم وطالت شكاية الخصوم وانتصرت دعوة المظلوم وانتصرت دعوة المظلوم ارحمنا إذا ذهبت أيام لذاتنا وبقيت مآثمنا وتبعاتنا فإن لم ترحمنا فمن يرحمنا ومن يؤنس في القبر وحشتنا ومن ينطق ألسنتنا إذا خلونا بأعمالنا وسألتنا عما أنت أعلم به منا فإن قلنا نعم فأين المهرب من عدلك وإن قلنا لم نفعل قلت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فعفوك يا الله عفوك يا رحمن عفوك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله عنا خير الجزاء يا شيخ عمرو. دكتور محمد هداية في نهاية اللقاء بشكر فضيلتك على المعاني الجميلة اللي قلتها لنا النهاردة أشكرك شكرا جزيلا وجزاكم الله عنا خيرا شيخ عمرو جزاكم الله عنا خير الجزاء. مشاهدينا الكرام بذكر حضراتكم أن حلقات طريق الهداية موجودة على www.dreams.tv وكذلك على www.islamiyat.com. شكرا لكم ونراكم الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس الموعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.